المميز بهذا الفيديو عن باقي الفيديوهات انه اليوم حنستعرض قدامكم سلاح جديد ظهر باخر تحديثات واللي هو الجايكر لانشر. هذا السلاح مثل ما بتعرفوا هو مضاد للمركبات واستعماله للصراحة مش مفهوم بعد، بس رح تشوفوه اذا الله راد بهذا الفيديو. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، اليوم جايكم فيديو جديد عن وورزون موبايل. اذا المرة بتشوفنا على يوتيوب انتهى باللعبة بدك حط لايك وسبسكرايب وبس خيره على الجيم. ليتس جو بيبي. بسم الله يا كريم، جيم جديد يا اخوان مثل ما ملاحظين من عدد اللاعبين 78 لاعب، فهذا دلال انه هذا مود بليتز رويال او الميني رويال في 27 تيم. طبعا يا اخوان هذا الجيم على الايباد برو 2021 الام 1، ومثل ما ملاحظين يعني ما فيش ولا ايقونه، فهذا دلال انه عم يلعب اصلا من ايقونه الكنترول، عم يلعب كنترولر. واللذي بالموضوع انه شايل مخفي كل الايقونات تبع اللعب، الحركه والقواس وهالشغلات هك، يعني بنستمتع بالجرافيك تبع اللعبه وحتى بالجيم بلاي. فهاي هاي النقطه على فكره كثير بحبها بالبي سي، لانه العاب البي سي ما فيهمش يو اي الكنترولر، ايقونات الكنترولر، فبنستمتع اكثر بالفيديو. وهون نفس الشيء. اها شو هذا السلاح؟ هذا مش سلاح الانفور. ايوه اول مره بنشوف سلاح رشق بورزون موبايل. على فكرة يا اخوان بعد ما جربت اللعبة لاحظت شغلة. فنشو حرام ما تفنشاشو لو خيي. لاحظت شغلة، ثلاث ارباع اللعيبة اللي عم يلعبوا اللعبة صينية. مش لا امريكان، لا مكسيكية، لا اسبانية، صينية معلم. بعتقد ثلاث ارباع الدعوات انبعتت للعيبة صينية يا اخوان. فبقلب جيم بقلب الجيم بلاي دائما بتلاقوا لعيبه تقريبا 50% منهم لعيبه، يعني فكرت انه اللعيبه ليل وكلها بوتات. لا يا اخوان طلعت، لانه اوقات بتلاقي لعيبه بوتات كتير، هذا هو بيكونوا لعيبه حقيقيه وبس بيكون التليفون عندهم ضعيف. هي معلم انا عم جرب اللعبه على الاندرويد كان لعبه زباله ومش عم فيه يتحرك، فكل ما حرك ثاني هيك بتلاقيه عم يعلق، فعاد هاي بتفكرهم بوتات مع انه هن بيكونوا لعيبه حقيقيه. مثل ما بتعرف اصلا مش حيلا التليفون بيشغل اللعبه حاليا، طلع عم تشوفوا افضل اداء حاليا للعبه وافضل جهاز. مثل ما بتعرفوا افضل جهاز للالعاب حاليا مثل ما بتعرفوا الايباد، مع احترامي لجماعه الاندرويد وايبادات الاندرويد، بس الايباد من اظهر ادائه النووي بالالعاب قدام باقي الالعاب. يعني الصراحه اذا واحد حابب يلعب العاب شو اسمه، العاب اندرويد او اي او اس، عفوا العاب موبايل، مش عم اعرف احكي، يشتري تليفون ايفون 11 او 13 برو ماكس او ايباد. بس المشكله اسعاره النار، يعني يا معلم بدل ما واحد راح يشتري بي سي ب 1000 دولار بروح بيشتري تليفون احكي المظبوط وبيلعب العاب على الهواره. يعني ما على شيء هالجرافيك هو ما بتقارنش ب 10 ب 5% من جرافيك البي سي او 1% من جرافيك البي سي. فلا الصراحه يعني العاب الموبايل عم تفقد قوتها يوم بعد يوم من ورا هالشغل. يعني واحد بيشتري تليفون 500 دولار 400 دولار، اها هيدا هو كان موضوع الفيديو تبعنا، وهو سلاح الجوكر جايكر يمكن بيسموه هيك، بس مش عم يعلم على الفييكل الموتور. خلصنا القطو، مش عم يلقطوا مش عم يحدد السنسر تبعه، شو هالسنسر الخربان هيد. يي ليش عم يشتغل؟ واخيرا ولا لا ليش؟ من فوق يمكن بتيجي القذيفه. بوم. هذا على الاغلب هاون، هذا من ما انه يكون مثل الار بي جي. خلينا نكفي موضوعنا الاساسي، يعني شو 400 500 دولار تجيب تليفون كم مرتاح فيه؟ يعني حتى لو حمل جهاز، حتى لو مدري شو، بضل شغال 100% مثل ما بدك. فعلى الصراحة مش عادل الموضوع، يعني بدي جيب تليفون هالقد غالي، عمره ما ينجيب تليفون هالقد، بروح بجيب بي سي. فبتمنى يا ريت لو يعني الألعاب تاخذ نظام مثلا كلاش اوف كلانس، كلاش رويال، هول الألعاب اللي جدا جدا قلال متطلباتها. يعني أنا في أندرويد من سوق الجمعة يا معلم بيمشيها لكلاش اوف كلانس وبتستمتع وبتلعب أحسن لعبة. فيا ريت بس يعملوا جرافيك هيك مخصص لكل ألعاب، لكل اجهزه الموبايل، لانه حاليا مثل ما بتعرفوا صار اللي صار بنيو ستيت واللي صار بباقي الالعاب الجديده ايبكس هودي بدهم اجهزه نوويه. مش ضروري يعملوا لي جرافيك بس، يعملوا لي جرافيك كرتوني بس بحركه وورزون موبايل. بعتقد انا ثلاث ارباع اللي عم يحضروني لعبانين كود موبايل، وبعتقد
اصلا للصراحه اللي بيلعب اندرويد او بيلعب يعني تليفون العاب موبايل ما همه الجرافيك مثل ما همه التجربه. فيا اخوان يعني للصراحه لو انه كول اوف ديوتي موبايل تيجي بحركه وور زون موبايل مع تكتيكال سبرنت وهذا السوالف كان افضل بانه يعملوا وور زون للصراحه. يعني لو مشتغلين على هالقصه يعملوا الحركه مثل وور زون 2 مش ضروري الجرافيك يعملوا لي اياه مثل الجرافيك البي سي. اهم شيء اللعبه تمشي عند الكل. بعتقد بدو توافقوني الراي. اذا ما بتوافقني الراي اكتب لي اسفل بالتعليقات هل بهمك الجرافيك اهم من التجربه او التجربه اهم من الجرافيك. هاي للصراحه اكيد التجربه. يعني واحد يلعب 60 90 فريم اهم من الجرافيك. حسب اوقات بتحس الجرافيك افضل. مثلا عندنا بنيو ستيت فيك تحط 60 فريم وتلعب بجرافيك كتير قوي بس 60 فريم ثابته. عيد هاي بضحي يعني بال 90 فريم بس بلعب بجرافيك منيح. هلا بهاي الحاله ايه بنضحي بالفريمات كل من الجرافيك. بس بور زون موبايل الوضع غير. اوي بلع عمري. اه حرام كان لازم هون يغدروا يفهم تفنيشي غداره. مثل ما بتعرفوا في نوعين من التفنيشات بور زون موبايل. في تفنيشي وانت مناوكل اللعاب بتفنشه وفي تفنيشي بتيجي من ورا اللعاب بتعمل له تفنيشي مثل ايام سي اس جو او كونتر سترايك القديمه وقت اللي كنا تشوكس كاكاين لبعضنا تقريبا نفس المبدا. اوكي شو عم يعمل هلا؟ اي 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 كم صار جيب كل 12 كل والله بهيك مود. اي 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 صوت السنايبر مرعب. اوه هيد شوت. اه لعيب هيد. واضح الاحتراف. اصلا كل الحالات العاب الموبايل دائما العاب الموبايل انت جيب بس موبايل قوي ما بيعلقش انت هيك صرت ثلاث ارباع لعيب. شوي بس هيك العاب اللعب شوي معلم صرت لعيب حقيقي. ف لانه اصلا ثلاث ارباع اللي حتلعب ضده مش حيكون عندهم اجهزه قويه مثل الجهاز القوي تبعك. عيد هاي دائما بتلاقي لعيبه الموبايل بس يلعبوا بجيبوا كليات اكثر من لعيبه البي سي. بس لعب بي سي كل اللي ضدك بيعرفوا يلعبوا بيعرفوا يقوسوا بس لعب موبايل مش الكل بيعرف يلعب. فهاي النقطه كمان نقطه ايجابيه لعندهم اجهزه قويه. لك روح غدره حرام ما تفنشوش. لو دسترو وحشا الله لو دسترو كان كل واحد بنوكو بفنشو. اوي هذا اخر واحد خلصنا قتله الحمد لله خلص 16 كيل والله جيم بلاي نووي.